السلام عليكم وعلى وسهلا بكم في مطبخ أمور عوان جوج. عواشركم بركه، رمضان مبارك عليكم، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتو. كي كيبان لكم بغيت نصاوب سليلو وكنت نشارك معكم المهم اقتراح ديال هذه المره، لانني في دير سليلو في القناه عندي فيديو فيه سليلو بالتفصيل بالعبار بالقياس وكل شيء بالتفصيل ديال المهم التحضير ديال سليلو. هذه المره جيت نشارك معكم طريقه جربتها، جمعت بها سليلو ودلكتها وعجبتني وعطتني نتيجة ممتازة، وقلت نشاركها معكم تستفدوا منها لأنها طريقة زوينة كتوفر الجهد تتوفر التعب دغيا كنوجدو بها سليلو، وكتجي تعطينا كي قلت لكم نتيجة ممتازة، وكيجي بها سليلو لذيذ بزاف ومعلك. المهم تابعوا معايا المراحل ديال التحضير ديالها، راه كدغيا دغيا غادي نوجدو بها سليلو. المهم كالعادة عندي هنا الطحين، اللوز، جنجلان، جنجلان محمر ومطحون. اللوز كناخدو كنخليه طبيعي، ما كنسلقوش ما كنقليه ما والو، طبيعي عادي كنطحنو حتى تيولي على شكل طحين وكنخلطو في سليلو. عندي النافع حبة حلاوة، والنافع البلدي والنافع البستاني وحبة حلاوة والقرفة وواحد الكوزة فقط اللي كندير ما كنكثرهاش. كذلك عندي تقريبا ما بين المهم 2 كيلو ديال الطحين اللي حمرت في الفران ديال الزنقة ماشي في الدار، واللوز كيلو والجنجلة عندي كيلو لاروب. عندي السكر، هنا خديت السكر غادي نغربلو، ضروري نغربلوه باش نحيدو منو دوك الكويرات باش يسهل علينا اننا نخلطو مع الطحين والعناصر الاخرى. وغادي نجمع سليلو ديالي بزيت المائدة، انا دائما هي باش كنصاوب سليلو، وكيبقى لكم اختيار كل كي المهم كيحضر باش اللي كي حاجه باش كي اللي كيحب واللي كيفضل يجمع بها السليلو ديالو. كاين اللي كيدير بالزيت الزيتون، كاين اللي كيخلطها هي زيت المائده، كاين اللي كيدير الزبده، المهم كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا المهم السليلو ديال رمضان بهذه الطريقه باش كنحضروا كيجي بها واحد السليلو اللي بنين بزاف ورائع. الفكره هي هنايا هاد المره اللي جيت نشارك معكم هي الطريقه باش غادي ندلكوا هاد السليلو، كتجي ممتازه وكتعطينا نتيجه ممتازه وكتوفر علينا الوقت دغيا كنوجدوا السليلو ما كناخذوش الوقت بزاف، وكذلك كتوفر علينا التعب ما كنتعبوش مع السليلو بزاف، ما نبقاوش ندلكوا بزاف حنايا ونتعبوا معاه. والطريقه اللي قلت لكم هي العجينه، جاتني فكره من تيرموميكس انه كيف صوبت تيرموميكس دغيا صوب سليلو دغيا دغيا، قلت علاش العجينه حتى هي ضروري غادي يكون عندها دور السليلو انها تصاوبو بها سليلو. مادام انها كتعجن تسليلو غادي يدلكو، كتدلك العجينه تسليلو غادي يدلكو لينا. المهم سهله الطريقه، كناخذو العجينه كنديرو فيها الطحين، الطحين اللي خلطناه مع دوك العناصر اللي درنا في اول الفيديو، وكنبقاو نضيفو الزيت شويه بشويه وهي كتعجن وكتدلك في نفس الوقت. بهذه الطريقه في الاول كندير السرعه هي منخفضه شويه حتى كتخلط، وهي اللي كنزيد السرعه كنجهدها صافي، كنبقى غادي على الطريقه. هي كتدلك وكتعجن وانا كنضيف لها الطحين شويه بشويه والزيت حتى كتكمل الكميه اللي عندي كلها. كي قلت لكم طريقه راه هي بسيطه سهله، اول حاجه كنستافدو اننا ما كينعياوش دغيا كنحضروا سليلو، ما كنحتاج ما تنتعبوش معاه بزاف، وما كنديروش واحد المجهود اللي كتير، وكذلك الوقت دغيا ضيع ما بين 10 دقائق حتى 12 دقيقه وجدت بها هذيك الكميه. وحاجه اخرى ان ما كندخلوش واحد كمية كثيره ديال الزيت فبهاكا في العجينه، ما كنديروش كميه الزيت في سليلو. انتما كتلاحظوا راه عجناتو عجنات لينا سليلو ديالنا مزيان، كيتعجن مزيان كيتدلك وكيجي معلك وكيجي لذيذ، لان السليلو اللي فيه حاجه ضروريه فيه من غير القوام هي انكم خصكم تدلكوه مزيان. كنت ندلكو بيديا اللي كيعياني شويه، لان الا ما تدلكش مزيان دوك القوام ما خصهم يتدلكو باش يتفاعلوا ما بيناتهم ويعطيونا اللذه للطحين باش يجي اللذه ديالهم باينه في الطحين. المهم النصيحه ان السليلو خصو يتدلك مزيان مزيان، تدلكيه بيديك او لا عندك العجينه ديري هذه الطريقه كتوفر عليك داك الجهد كله داك التعب ديال تدلك بيديك. انا بدا وفرات عليا واحد التعب واحد الجهد بزاف ملي دلكتو في العجينه ودغيا وجدتو، وحتى الزيت ما دخلتش واحد الكميه كثيره فيه ديال الزيت. المهم كنبقى بهذه الطريقه هكا حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي ديال السليلو. ها هو سليلو بعد ما دلكتو كله بالعجينه دلكتو،
دغيا ما كملاش 12 دقيقه وجدته. غادي نخليه يرتاح حتى الصباح، دابا العشيه غادي نخليه هكا في الكسر يرتاح، نغطيه ونخليه يرتاح حتى النهار الاخر اللي غادي نذوقو، اللي ما خصوش السكر ما والو. غادي ندير لي واحد زين بسيط، هو كنشد الجنجلان، خليت واحد شويه من هذاك اللي طحنت هكاك حبوب محمر، وكناخذ شويه اللوز كنسلقو ونقليه ونهرمشو وكنديرو ليه من الفوق وكنخلطو ونخليه حتى كتزين تيعطيه شويه المنظر وكيعطيه تتقرمشه. كي تزيدو التقرمشه انا كتعجبني فيه ديك التقرمشه ديال اللوز وديال الجنجلان اللي كنديرو من الفوق، وصافي كنجمعوه ونخبيوه حتى لرمضان ان شاء الله. المهم هادشي غدا ان شاء الله غادي نديرو ونشاركو معكم. هنايا النهار الاخر بعد ما دقتو وضفت لي هذوك العصير اللي قلت لكم ما خصها حتى حاجه، ضفت لي جنجلان حبوب واللوز المهرمش مقلي ومهرمش صافي. وناخذ الطبسيل درت فيه زلافه ودرت فيه هذاك هكا هذاك على شكل هلال كي كيبان لكم. سمحوا لي ما صورت لكمش المهم الطريقه، ولكن راه بسيطه سهله شي حاجه اللي بسيطه. كتاخذي زلافه تحطيها وكديري سليلو هكا في الجناب حتى كتشكلي هلال، تديري هكا كتشكلي هلال حتى المهم وكيخرج عندك هذا بحال بهذا الشكل صافي. هنا خديت هذا الطابع وتندير هكا، كندير دوك النجيمات بسكور كلاصي بهذه الطريقه. يعني المهم كلشي الفيديو راه زعما شرح راه صعيب، كن هكا كناخذ السكور كلاصي وكندير ليه هكا من الفوق باش يعطينا دوك النجيمات في جناب التبسيط. المهم هو تزيين بسيط، اقتراح نشاركو معكم حتى هو تشوفوه. المهم فكره تزينوا بها وتحضروا بها سليلو وتحط باش تزوقوا الطبله ديالكم في رمضان شي حاجه. المهم تقدموا سليلو بطريقه مختلفه ان شاء الله في رمضان. المهم شي حاجه اللي بسيطه كدير زلافه قلت لكم وكتصوبي هكا سليلو على شكل هلال. المهم الشكل النهائي ديال الاقتراح ديالنا هو هذا. خديت دوك التويجنات درت فيهم تزيين المهم الكلاسيكي البلدي اللي كنديرو من زمان في سليلو، درتو في هذوك التويجنات والتبصيل كي قلت لكم درتو في درت فيه الهلال، زدتو هذوك اللوز هكا من الجنب صافي. المهم هذا هو الشكل النهائي ديال الاقتراح ديالنا اليوم. هادو الطويبات اللي قلت لكم باقيه فيها الشكيلات شريتها من مرجان. ما دابا ما بقى لي الا نودعكم نقول لكم شكرا على المتابعه. كنتمنى هذه الفكره لا تاع التزيين لا تاع اننا ندلكو سليلو بالعجينه انكم انها تعجبكم اولا وتجربوها، ان راه سهله وكتوفر كي قلت لكم بزاف ديال التعب بزاف ديال الجهد، ودغيا دغيا كتوجدوا سليلو ديالكم ما تحتاجش انكم تعذبوا معاه. وكذلك فكره التزيين انها تعجبكم ومهم تزينوا بها الطبيله ديالكم. دابا بقى لي نودعكم نقول لكم الى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد. رمضان مبارك عليكم، لا يدخلوا عليكم الصحه والسلامه ان شاء الله باش ما تمنيتو، ومع السلامه.